اتس مي. هاي للكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوني اليوم. اليوم الفيديو عملت مثل هذا الفيديو قبل، والسبب اللي عم بخليني عم بعمل الجزء الثاني، اول شيء لانه عندي شغلات ثانيه حابه اشاركها معكم، بس في سبب اقوى، انه الجزء الاول كثير نجح، كثير عالم حبوه، حطوه بالجريده كمان او بالمجله. يا مثل ما شايفين هاي الصوره انبعثت لي من احد متابعيني انه قروا عن الفيديو. انا قلت لكم وصلت لعدد لايكات وحاعمل يعني جزء ثاني، وما في اخذلكم او ما اعمل الشيء اللي وعدتكم فيه. بتمنى عن جد يعجبكم الفيديو وتحبوه. اذا انتم جداد بالقناه لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا فيديوهات ثانيه بالايام الجايه، وكمان فوتوا تتفرجوا على فيديوهات موجوده بالقناه. اول شيء حاحكي عنه وتعمدت احطه اول شيء لانه عن جد بضايق كثير بنات، وبنفس الوقت لازم يفهموه الشباب مشان ما حرام يعني ينصدموا بالنهايه. شو هو؟ انه البنت اذا قالت لك هاي مش معناتها معجبه فيك، اذا قالت لك اهلين كيفك وسالت عنك مش معناتها حبتك، اذا ضافتك على فيسبوك مش معناتها عشقتك، لا، واذا قالت لك اعطيني رقمك مش معناتها بدها تحكي معك. هلا الحكي بيناتنا، اذا قالت لك بدي رقمك معناتها بدها تحكي معك، بس اول ثلاث شغلات قلتهم صحيح، يعني في عالم عن جد في بشر هيك، انه قالت لي هاي بتحبني، بتموت فيني، خلص عشقتني، خلص خلي، لا لا هدي هدي هدي، روق 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 مشان ما تنصدم بالنهايه، لانه الطريق لقلب حواء، الطريق لقلب حواء طويييييل، بدك تتعذب، لسه لازم نعذبك، ركز منيح وما تعلق حالك بوهم وتعامل مع الموضوع بهدوء مشان ما تنصدم بالنهاية. ثاني شيء ما بيفهموا الشباب عن البنات، ليش نحن بناخذ صور كثيرة؟ أنا حطيت هي الشغلة بالذات بفيديو أشياء غريبة تفعلها البنات، وأنا بعترف إنه نحن هي الشغلة فينا غريبة، إنه بناخذ 100 صورة ومن هال 100 صورة يا إما بتطلع صورة وحدة حلوة وبنستخدمها أو إنه بتعجبنا، يا إما ما بيطلع ولا شيء. وبعرف إنه هالشيء غريب. نحن كبنات مخلوقات وكائنات بتنتبه لأدق التفاصيل، يعني أنا لما باخذ صورة بنتبه لأدق التفاصيل، هل أنفي بمكان المضبوط؟ هل رموشي بمكان المضبوطين؟ هل شعري اللي أنا أخذت فيه 60 ساعة وأنا عم بعمله مبين بالصورة؟ هل اللقطة منيحة؟ هل في وراي شيء مبين ما حلو؟ هل أنا طالعة حلوة؟ بالنعم والحساب لكل شيء، هاد ليش نحن بناخذ صور كثيرة، بدنا الصورة تكون بيرفكت يا أما ولا شيء، فصعب صعب صعب إرضاءنا. اللي بعده لسه اغرب، لما بنقول ما عندنا شيء نلبسه، نحن ما بنقصد الكلمة حرفيا، لا بنقصد الكلمة تقنيا. ما بعرف ليش بس حسيت حالي عم غني غنية رسمي فهمي نظمي لتامر حسني، بتعرفوها؟ اللي بيعرفها يحط لايك ويكتب لي تحت. هلا شو معناتها القصة لما بنقول ما عندنا ثياب؟ ونحن بنكون عندنا خزانة مليانة ثياب، مليانة ثياب، وممكن يكون شكلها هيك، اوكي؟ ممكن تكون خلص رح تنفجر قد ما فيها ثياب. طيب ليش بنقول ما عندنا ثياب؟ معنى هالكلمة انه نحن ما عندنا ثياب جديدة، او صلنا اسبوعين او ممكن شهر، يا ويلي اذا صلنا شهر مش عاملين تسوق. صحيح عندنا خزانة مليانة ثياب، بس كل الثياب اللي فيها لبسناها، ملينا من الشغلات اللي عندنا. وهي انا معكم شغلة كثير غريبة صعب الشاب يفهمها، بس لازم تفهمها ولازم تتعامل معها وتتأقلم معها. المزح، لما بنمزح معكم يا عمي نعمينا عن عيوننا نعمت ومزحنا معكم، هيك انطبيت على قلبنا ما بعرف ايه، خلص فقدنا الوعي ومزحنا معكم. يعني انتم بتنسوا انه نحن مخلوقات رقيقة انثوية بريئة، هيك بدنا رقة رقة وحنية لما بتمزحوا مع، خصوصا بالمزح، خصوصا بالمزح، بكون بتمزحي مع حدا، مع شاب، اوكي، اخوكي، ابن عمك، ابن خالك، مزحتي معه. انت بتمزحي معه بتقولي له بيجي هو بده يمزح يعني بيرد لك اياها، انت بس رد لك اياها بتكوني رحتي على العنايه المركزه، ليش؟ بتقولي له ليش؟ شو عملت لك انا؟ بيقول لك انا كنت رقيق معك، رقيق بعينك، وبس بتقولي له انه يا عمي هدوا هدوا شو بكم انا عم بمزح معكم، بيقول لك ايه ونحن عم نمزح ونحن ما اذيناك، بالعكس كنا رقيقين معك، رقيقين؟ رقيقين شو؟ مفهوم الرقه عندكم فهمتوا؟ اوكي هلا انت هي الدرجه من الرقه بتعتبرها رقيق انت مع البنت، نفس هي الدرجة خدها وقللها خمس مرات، هون الرقة الحقيقية، لأنه نحن مش قلتلكم، أنتم بتعطونا ضربة بنفقد الوعي يا عمي، هدوا هدوا المزح مزح. الشيء اللي بعده عن جد بحس الشباب أوقات يعني مخدوعين فيه، ما بعرف أو هن ما بعرف، بس عن جد ما بيفهموا عن البنات، إنه بتكوني قاعدة مع حدا من عائلتك أي حدا، بتجي صورة بنت، أرجيكي وحدة بقول لك ليكي هي، ليكي هي ما أحلى، جمال طبيعي. يا عمي شو طبيعي؟ يا عمي فوتوشوب تجميل ميك اب هيك هيك هيك، لك لا طبيعي. هلا هن معهم حق، حرام يعني الشغله كثير صعبه ليعرفوا الطبيعه من التجميل، بس انه الشغله بتقهر لما بيجي بيقارنك مع وحده بتكون هي كله تجميل وكله، انت عرفانه هالشيء، مش بقول لك هي تجميل جمال مش انت،
صدقونا لما نحن بنحكي معكم وبنقلكم هي طبيعي وهي تجميل صدقونا. هلا معكم حق انه 70% بنكون نحن عم بنقول تجميل لانه بس ما يعني الاسباب يعني بنكون غيرانين عليكم وهيك فهمت علي، بس انه لازم تصدقونا بالنهايه نحن بنعرف ما حنظلمها، يعني اذا كنا ما بدنا حدا يظلمنا ما حنظلمها سو صدقونا. هاد كان الفيديو لليوم، بتمنى عن جد عجبكم وحبيتوا، لا تنسوا تشوفوا اخر فيديو انا عملته على القناه، وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا انتم جداد بالقناه، تضغطوا على الحمراء اللي مثل هي اللي تحت على الشاشه تحت الفيديو، تضغطوا عليها مشان تشتركوا بالقناه، وكمان اتركوا لي اقتراحاتكم تحت لفيديوهات جايه مشان اعمل لكم اياها. وصلوا هذا الفيديو لفوق ال 50 60 الف لايك، انا نور بحبكم خيرات الله، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.